السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معانا ال50 جنيه اللي هي الحمراء الإصدار الخامس، وهنعرف أماكن البيع والعرض والأسواق والشركات وكل شيء، وإيه مميز فيها، وإيه بتعمل فلوس، وإيه علامات، وإيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده إن الحمراء دي بتعمل فلوس اللي هي قبل اللي معانا دي. هنعرف كل شيء. خلي بالك معايا في الفيديو وما تفوتش حاجة منه، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ال50 جنيه دي طبعا الإصدار الخامس لل50 جنيه. ديت تعتبر من الإصدارات الحديثة طبعا اللي هي لسه جديدة. دي قبل اللي معانا طبعا، يعني عادت شحة وما عادش موجودة، فأرجو إنك تحتفظ بواحدة أو اتنين منهم، لأن عملات البلاستيك كده كده هتلغي كل ده وهيبقى له فلو، هيبقى له قيمة يعني. وقع عليها طبعا صلاح حامد وإسماعيل حسن، وقعوا على ال50 جنيه دي اللي احنا بنقول عليها الحمراء اللي قبل اللي معانا دي. اتشحت فعلا، ما عادش موجود منها، حتى انت تيجي تبص ما عدتش تلاقي منها خالص ولا واحد يعني. اكيد البعض معاه بس ارقام عادية مش هتعمل فلو، انما ارقام مميزة زي اللي قدامك دي هي الوحيدة اللي بتعمل فلوس في جميع عملات العالم، زي الموبايلات بالظبط برقم مميز بيعمل فلو. فالعملة ديت عشان رقم مسلسل عادي خالص جدا، ده ممكن تبدأ من 60 70 جنيه، توصل لمية جنيه لو هي بحالة الأنصر أو واحد محتاجة أو الكلام من ده، بتوصل لمية جنيه بس تكون بحالة الأنصر بدون أي عيب من أي نوع نهائي حتى لو بسيط. اما بقى لو هي مثلا ارقام مميزه مثلا زي 001 لحد 00 كده، بتعمل مثلا 300 جنيه 500 جنيه. اما لو واحد واثنينات وتسعات صولد والملكي والكلام من ده، ممكن توصل ل 700 جنيه وتوصل ل 1200 جنيه واكتر من كده كمان، بس لازم تكون بحاله الانصر بدون اي عيب من اي نوع نهائي يا جماعه في العمله، تمام؟ واحنا قلنا الكلام ده كتير، لازم العملات تكون بحاله الانصر علشان تعرف يعني تتفاوض معاه وتعرف تبيع. انما لو العمله عليها كتابه متبهدله مقطوعه ما بتقدرش تتكلم خالص ومحدش بيبص لها ولا حد بيجي ناحيتها ولا بياخدها خالص. فهنعرف دلوقتي نعرض فين ومواقع ايه ونبيع ايه والكلام من ده، وتبيع كل شيء على المواقع دي. وانت اشتريت وبعت وكل العالم ماشي بالطريقه دي، فمش جديده يعني، وببلاش من غير ما تدفع اي فلوس خالص، تمام؟ وزي ما احنا قلنا قبل كده، دايما نحافظ على العملات الورقيه، ودايما العملات الورقيه يا جماعه حاله الانصر دي بتزود العمله كتير جدا. اما يعني حالة الأنصر دي وقف الفيديو وشوف اهوت. ممكن بقى نعرض بقى على المواقع زي السوق المفتوح، زي علي بابا، زي كان بكام، زي أسواق أوليكس، زي أمازون. ممكن تنزل الأسواق بقى بنفسك، زي القاهرة سوق ديانة كل يوم سبت، الإسكندرية في الصيام كل يوم أربع، في وسط البلد، في مصر الجديدة، في طلخة، في المنصورة، في الشيخ حسنين، في طنطا، في الأماكن دي كلها. لو أنت مش من الأماكن ديت، ممكن تكتب في جوجل شركة فصل للشحن واجه بحري، ولو واجه قبل اكتب شركة رابيض للشحن. الشركات دي بتوصل حاجتك وبتوصل فلوسك وشيء ومن غير أي فلوس خالص. طبعا في لينك جروبات برضو فيكتوريا، دي جميل جدا للعملات وانتوا عارفينه كله طبعا، سجل عليه بالجيميل بتاعك وقام عليه مزادات وللطوابع وللعملات النادرة والحاجات دي، وارقام مميزة بيحبوها يعني وبياخدوها. فجروبات تانية فيهم للتقييم والبيع المباشر والمزادات برضو بقام فيها مزادات بالجيميل بتاعك. كل شيء بيتباع على النت وعلى المواقع، واحنا كلنا جربنا واشترينا حاجات قديمة وجديدة، وكله من على المواقع ومن على النت. ديت مش جديدة يا جماعة،